let me down. تحياتي مشاهدينا لكم متابعينا من ملعب سانتياغو برنابيو. فارس عوض معلقكم في هذه المباراة، واليوم نحن على موعد مع مباراة تأتي ضمن منافسات الليغا الإسبانية، حيث سيكون الميرينج ريال مدريد يواجه فريق ديبورتيفو ألافيس. كل فريق سيطمح للحصول على 3 نقاط في المواجهة، لأن دائما مواجهات الدوري مهمة مهما كان مركزك وموقعك في المنافسة أو على سلم الترتيب. هذا ما نتمناه بأن يسعى الفريقين للانتصار، فنتابع مباراة كبيرة. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في المرمى يتواجد كورتوا، رافائيل فاران، حسين عبيد، جواري، سيرخيو راموس في الخط الخلفي، توني كروس سيبدأ مع لوكا مودريتش في منتصف الملعب، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. نستعرض مشاهدينا الآن تشكيلة ديبورتيفو ألافيش في مباراة اليوم. طريقة تقدر تقول متوازنة في خطة تقليدية 4-4-2. ريال مدريد النادي الملكي، ملوك مدريد، ملوك أوروبا كأكثر نادي متوج بلقب دوري الأبطال، وبالتأكيد النادي الملكي في إسبانيا وأكثر الفرق حصولا على لقب الدوري المحلي، نادي تفخر جماهيره بكل بطولة يحققها، نادي مر عليه العديد من الأسماء التاريخية والأساطير والنجوم والمدربين والألقاب والبطولات. تمرير على الطرف لجارث بيل، بيل بيحافظ على كورته، الكرة بتروح من ريال مدريد، رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. ضاعت الكرة. عند الكرة الآن. راموس ينجح في قطع الطريق. واللاعب يشوت. كرة تصل سهلة في أيدي كورتوا. تتكلم شوي عن تأثير وجود لاعب لوكا مودريتش في لقاء اليوم. بلا شك هو لاعب يملك قدرات كبيرة في التعامل مع الكرة ومهاراته وإمكانياته المميزة وقدرته في أن يصنع الفارق. مساحة كبيرة الآن فاضية على طرف الملعب. كرة عرضية في المنطقة. عرضية لا تأتي بالخطورة في النهاية. كريم بنزيما، كاسيميرو. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات. خواكين نافارو، أليكس فيدال، خوسيرو. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. ضغط عالي يمارس الآن بقوة على المدافعين. يسير بالكرة باتجاه المرمى. فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. هذه تصويبة، كرة تقف عند حارس المرمى بدون أي مشاكل. خوسيرو، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. كرة بتبعد من فاران. ضغط كبير. كريم بنزيما رائع في قراءة الفريق الخصم. صافرة من حكم المباراة ومخالفة واضحة. تنفيذ سريع للخطأ للحفاظ على إيقاع اللعب. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. كاسيميرو، بينية فيها خطورة.
يا رب هدف للريال. شوف اللقطة من التصويبة اللي كانت قريبة، كانت صعبة جدا على حارس المرمى. نتيجة لصالح ريال مدريد كما توقعنا، الملك يتفوق ويسجل. جارث بيل، كريم بنزيما، بنزيما يحافظ على كرته، بيخلص الكرة في مربع العمليات. خوسيرو، توقع جيد في قطع الكرة. كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. يفتح اللعب على الطرف، عمل جيد في قطع الكرة. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. فشل الفريق في تحضير اللعب. كريم بنزيما، جاريث بيل، بيل بيحافظ على كورته. عرضية من جاريث بيل، كرة عرضية الآن، مرت الكرة بدون خطورة تذكر. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. فرصة لكرة مرتدة سريعة، ما قدر ينفذ الكرة المرتدة بشكل مثالي. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. حتى الآن الفريق يتقدم في النتيجة وله الأفضلية في الشوط الأول. ممتاز اللعبة من لوكا، بتروح للخصم. إبعاد الكرة من مكان الخطر. خوسيرو، فرصة خطيرة الآن، ممكن جول. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. لن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. ضاعت المحاولة، ضاعت الكرة المرتدة، ومعها أصبح الاستحواذ للطرف الآخر. رؤية ممتازة للملعب، كرة في مكان خطير. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. ندخل إلى الشوط الثاني من هذا اللقاء. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. لاغوارديا، خوسيرو، الفريق يبني الهجمة بدون تسرع. هذه هي فرصة هدف. تعادل يأتي، يعيد المباراة للبداية. مباراة بتنافس عالي، تقارب في المستوى، نتيجة تعبر عن الإثارة الموجودة في أرضية الملعب. هذه اللقطة هدف يعني التعادل. تعادل لم يكن في بال الكثيرين، لم يكن متوقعا. المباراة بعكس التوقعات، مفاجأة تحدث الآن. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. رمية تماس للميرينجي. توني كروس، كريم بنزيما بيشتت الكرة في هذه اللقطة.
بنزيما، كرة بتعدي بجانب المرمى بدون أي مشاكل. ديبورتيفو ألافيسو يجري تغيير في الصفوف الآن، محاولة لتغيير الأداء وضخ دماء جديدة في أرضية الملعب، مزيد من الحيوية راح تشوف النشاط والتكتيك المختلف في صفوف الفريق. المشكلة واضحة مشاهدينا من خلال هذه الأرقام، الفريق لا يصنع فرص بشكل كافي، عليه إيجاد نسق أسرع وأن يحاول أكثر على المرمى. المجهود المبذول في الملعب لا يرضي هذه الجماهير بل يتركها محبطة، لأنها كانت تتوقع بأن تحقق فريق بيعدي فيها، يتقدم فيها. ممتاز حارس المرمى في التصدي، موقف صعب واحد ضد واحد في وقت صعب جدا، لكن يلعب دور البطولة ليبقي النتيجة على ما هي عليه. يا الله على هذا التصدي. ركنية بتلعب، الكرة تذهب لأول مدافع، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. توني كروس رائع في قراءة الفريق الخصم. لوكاس بيريز عمل جيد في قطع الكرة. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. كريم بنزيما، بنزيما يحب يمر فيها بيعديه. تصدي في منتهى الروعة، تألق كبير من حارس المرمى، يحافظ على شباكه. الله على التصدي. ركنية في منتصف ال 18 من توني كروز. كاسيميرو، تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. كريم بنزيما، يا رب هدف للريال. يا رب اسم على مسمى وللفريق من اسمه نصيب. كريم بنزيما لا يترك العادات القديمة ويضع الكرة في الشباك. مدرب يدفع بلاعب بديل في محاولة الحفاظ على التقدم وعلى رتم الفريق أيضا لمصلحته. ريال مدريد يتقدم في النتيجة، ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. يفقد الكرة، انطلاقة هجومية لريال مدريد. جميل الكرة البينية من بنزيما، كرة باتجاه المرمى وجدت الحارس بالمرصاد. توني كروس بيلعب ركنية إلى منتصف الصندوق، إبعاد الكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. بنزيما يعود إلى وسط ملعبه بحثاً عن الكرة. بنزيما فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. خطأ لمصلحة ريال مدريد. من هذا المكان يحتاج لتنفيذها بالتأكيد للزملاء بالشكل الصحيح حتى تشكل خطورة على المرمى. كرة ثابتة باتجاه المرمى، الحارس ينجح في الامساك بالكرة. مباراة من الصعب ايضا التوقع في اللحظات الاخيرة لان الفريقين متكافئين في ارضية الملعب. تدخل من مدرب الفريق الضيف في تغيير ممكن في هذه اللحظات. توني كروس هجمة مع ريال مدريد. جميل الكرة البينية من بنزيما، تصدي الكرة في الملعب. سبع دقائق فقط وتنتهي المباراة. هنا في كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. اوه تصدي في وقت مهم، كادت بأن تنتهي هذه المباراة لولا التألق الكبير من حارس المرمى. الكرة بتروح من ريال مدريد.
مساحات كبيرة في الجناح، عند الكرة في مكان خطير، عند الإمكانية هنا، حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى، لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. بعد مباراة كبيرة يستحق عليها التحية، يترك أرضية الملعب والسعادة واضحة على وجهه لردة الفعل الكبيرة من جماهيره. حكم اللقاء يقر 3 دقائق الآن، ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. كريم بنزيما، مدافع تدخل كره بشكل سليم قبل ما تشكل خطورة، يفقد الاستحواذ، الصافرة تنهي المباراة، ينجح الفريق في الخروج من المباراة فائزا بعدما سيطر على مجريات المباراة. ذكاء كبير في التعامل، الشخصية التي ستمكنهم من تحقيق الانتصار في المواعيد القادمة.